دائما وابدا نستعين مشاهدينا مستمعينا الكرام الافاضل، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقاتنا المستمرة من عاصمة الميادين، حيث اعلنت انطلاقة شوطنا السادس للابكار الاجذاع المهجنات الاصايل. ننطلق في هذه اللحظات مع اول المراكز واول التحديات ليتابع انطلاقتي وحضوري جواهر بشعار حمد بن عبيد بن خلفان الشامسي، من يقدم لنا انطلاقة وحضوري شعاره. المركز الثاني عجايب القادمة والمتسللة الآن إلى مقدمة الشوط بشعار فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. المركز الثالث الحضور من المستشارة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، من يقدم لنا هذه الانطلاقة والاندفاع. بينما الرابع الأسماء ورابع التحديات الحضور من سمحة مطر بن حمد بن عصيان المنصوري، وخامس الأسماء القادمة القدرة هي القادمة بشعار أحمد بن غانم بن علي المنصوري، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. وسادس الأسماء القادمة هنا أتابع صدى لحامد بن ناصر بن علي النعيمي، من يقدم لنا صدى بهذا الحضور مع سادس الأسماء. المركز السابع القادمة في هذه اللحظات كرار هي القادمة بشعار محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، من يقدم لنا هذه الانطلاقة. بينما المركز الثامن الحضور من العزرة بشعار عبد الله بن طويرج بن محمد الوهيبي، يصل شعار بن طويرج مع انطلاقتي وحضور العزرة. بينما أتابع شعار الموسى القادم الظبي هي القادمة، موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى ليقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. بينما أتابع القادم النصيبة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي قادم في هذه اللحظات، ومقدما لنا شعاره. بينما أتابع القادمة وسيلة بشعار سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي في هذه اللحظات. هكذا نداءنا الأول للأسماء الحاضرة والشعارات المتواجدة من خلال هذا الانطلاق الجميل. والسليم لنا عودة إلى الصدارة والمقدمة، هنا من تحتل الصدارة هنا، والانطلاق عجايب عجايب يا عجايب هنا في هذه اللحظات. تحتل المقدمة عجايب، يقدم لنا عجايب فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، يقدم لنا عجايب. المركز الثاني القدرة بشعار أحمد بن غانم بن علي المنصوري، والمركز الثالث القادمة المستشارة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، وخامس المراكز أحضر الجواهر بشعار حمد بن عبيد بن خلفان الشوبسي يصل. بينما أتابع المركز الخامس والحضور من سمحة لمطر بن حمد بن عصيان المنصوري، وسادس الأسماء أتابع الظبي بشعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، من يقدم لنا شعاره. ولكن وصل شعار الصعب، وصل في هذه اللحظات هنا لينطلق وسيلة وتحضر وسيلة بشعار سعادة محمد بن سلطان بن مطر
بن مرخون الكتبية، بينما الحضور أوصلتنا فزعة لمبارك بن جمعة بن مغير الخيالي. وصل أول نداء وأول حضور لفزعة في هذه اللحظات لتصل بشعار الخيالية القادمة أيضا في هذه اللحظات ضبا لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، حيث الصراع والنزاع ما بين الشعارات. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، وسمحة سمحة 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 مع الصدارة. مطر بن حمد بن عصيان المنصوري المنصوري يقدم لنا سمحة، وسمح الله دربك يا سمحة. الله يا بن عصيان على الانطلاق الجميل والانطلاق الكبير مع سمحة. المركز الثاني القادمة والحاضر المستشار خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. وصل الموسى مع الظبي، ووصل الصعب، ووصلت الأسماء الكبيرة، وبن مغير الخيلي مع فزعة. ولكن سمحة 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 يقدمها بن عصيان المنصوري المنصوري. ولكن الظبي قادمة بشعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى. ما شاء الله تبارك الرحمن. الظبي 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 طارت نحو الفوز، نحو الانتصار إلى العاصمة السعودية هناك الرياض مع هذا الشعار المميز. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. مشكور يا جابر يا بن عبد الله يا الوهيبي يا من قدم لنا الظبي وتابعها موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى. تانينا والف مبروك. المركز الثاني كانت وسيله لسعاده محمد بن سلطان بن بطر بن مرخان الكتبي. والمركز الثالث كان حضور المستشارة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحمير. والمركز الرابع كان حضور فزع مبارك بن جمعة بن مغير الخيل. والمركز الخامس كان حضور سمحة لمطر بن حمد بن عصيان المنصوري. نعود إلى الظبي ولحظات وصولها لموسى بن عبد العزيز بن عبد الله المستانين. والف مبروك. 7 دقائق 38 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان حضور اللي هي وسيله سعاده حمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. 7 دقائق 40 ثانية 6 أجزاء من الثانيه. المركز الثالث كان حضور اللي هي المستشاره خليفه بن عبد الله بن ياعد الحميري. 7 دقائق 41 ثانية 3 أجزاء من الثانيه. تعانينا والف مبروك لجميع الفائزين.